يا مساء الفل عليكم، انا عمر اسماعيل وانتوا بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض اختراع كده، هنعمل صينيه البتنجان باللحمه المفرومه والخضار، وبعد كده هنعمل مع بعض سموذي الزبادي بالتوت. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي توم، عندي بصل، عندي شويه لحمه مفرومه، عندي بتنجان، عندي فلفل رومي الوان احمر واصفر، ممكن نستعمل اي حاجه احنا بنحبها، عندي طماطم متقطعه مكعبات كبيره شويه، عندي هنا جوزة الطيب، صلصه، شويه من الميه، وشويه جبنه موتزاريلا مبشوره، وطبعا شويه من الملح والفلفل وزيت الزيتون. طيب بسرعه كده احنا هنبتدي هنشتغل في الصينيه بتاعتنا على النار، وهنخلصها وندخلها زي ما هي على طول على الفرن. فانا اول ما هبتدي خالص هحط بس اهو الصينيه بتاعتي على النار، وهنزل شويه من زيت الزيتون. بصوا انا هعمل ايه، انا هنزل التوم بتاعي على طول مع الزيت، مش هستناه حتى يسخن، وهستناهم كده يبتدوا يطلعوا في الحراره مع بعض. خلاص وزع كده بس التوم بتاعي، وعلى ما الزيت يسخن وابتدي كده اسمع الطرقعة بتاعه التوم، هنبتدي نجهز البصله بتاعتنا. وما عندناش حاجه قوي، هناخد البصله عايز اخدها شرايح، فبناخدها زي ما احنا عارفين كده بالنص، ومن هنا بنبتدي اهو ناخدها كده شرايح للاخر. ودي بصله كبيره فانا في الغالب هستعمل نصها بس. نحاول نحافظ بس ان الشرايح تبقى الى حد كبير يعني حجمها متساوي مع بعض. وزي ما احنا بقى ايه متعودين بايدنا كده نحاول بس نفرط الشرايح عن بعض، بتساعد قوي، لان انا لما بنزله في الصينيه كده بتحتاج تقعد بالسباتولا او بالمعلقه نقعد نكسر ونقلب فيه كتير، وده بيهرلنا بقيه الحاجات اللي بتبقى معاه. حاجة بقى في صينية البتنجان دي ان هي ما بتاخدش وقت خالص خالص، وتجهيزها سهل جدا، وكمان نقدر بقى نستعمل اي نوع من الخضار موجود عندنا في البيت قبل ما ايه يبتدي يقدم كده عندنا. هناخد البصل اهو وعلى طول هنزله مع التوم. حلو قوي. وندي بقى ايه تحريكة كده اهو. انا بعمل ايه، انا بعمل زي ما بنقول كده اللي هو السلو كوكينج، بس بنعمله في طريقه من التحمير، ودي حاجه مش بنستعملها كتير، لكن انا حطيت الحاجات بارده مع بعض وبستنى التوم يبتدي يسخن مع الزيت على ما نوصل للحراره بتاعتنا، نبقى حضرنا خلاص الحاجات الخضار بتاعنا ونازلين بقى خلاص باللحمه. فانا على بس ما البصل ياخد له كده تحميره هقطع شويه من البتنجان. انا عندي البتنجان اهي، هبتدي من هنا هعمل ايه، ممكن ناخدها كده اهو حلقات، وانا باخدها تخينه شويه لان انا في الاخر انا عايز مكعبات، يا اما ناخدها بالطول وبرده نطلع بالمكعبات، يعني ايه زي ما انتوا عايزين، بس دايما نحاول نحافظ ان السمك بتاع الحلقات فبالتالي بتاع المكعبات يبقى الى حد ما قد بعض. اهي وهناخدها اهو خط للاخر وخط للاخر تاني. خلاص نقدر بقى اهو كل شويه بس تقليبه كده للبصل. زي ما قلت لكم لما بننزل البصل والثوم والحاجات دي مع الزيت وهو لسه بارد وبيسخنوا مع بعض بتاخد وقت اكتر بكتير على ان هي توصل لان انا ابقى بلسعها، فبتديك مساحه ان انت بس ايه تبني كده في الطبق. اهو عندنا وقت زي ما احنا عايزين. هننزل الاول كده بتنجانه ونشوف احنا محتاجين
نزود ولا لا؟ طبعا ده معتمد في الاول وفي الاخر على حجم الطاسه او الصينيه اللي انت بتشتغل بيها. بس عايز ايه اوريكو احنا كده، لو هتبص هتلاقي ان احنا خلاص دبل او طري مننا البصل، وخلاص داخلين على المرحله بعد كده ان هو يبتدي يوصل للون الشفاف، وبعد كده يبتدي يغير لونه. خلاص طيب هاخد اللحمه اهي اللي عندي وانزلها، بس وانا بنزلها كده احاول اكسرها شويه على قد ما اقدر. وبنقلب اللحمه وندوس عليها كده، نحاول نتاكد بس ان احنا بنوصل الزيت او الدهن اللي موجود لكل حته فيها شويه كده، ونايه ونقلب تاني. خلاص هاخد البتنجان اهو، عندنا بقى ايه الفلفل اهو الرومي بتاعنا، هنقطعه زي ما قلت لكم. احلى حاجه في الصواني اللي هي بتتعمل في الفرن ده، ان اي نوع من الخضار موجود عندك، عندك بروكلي، عندك مشروم، عندك كوسه، اي حاجه عايز تزودها هتتزود بنفس الطريقه كده. هننزلها تتشوح، في الاخر بنغطي ده بشويه جبنه كده ظريفه وتخش تكمل في الفرن. اللحمه ممكن نحسها في الوصفه دي قليله شويه، وده مقصود لان هي اللحمه زي ما نقول مش هي الستار اوف ذا ديش، او مش هي نجم الطبق. البتنجان هو في الاول وفي الاخر هو الستار اوف ذا ديش، فلازم يبقى البروبورشن او النسبه بتاعته اعلى شويه من بقيه المكونات. تقليبه كده اهو للحمه، وهنديها يعني ثواني بس كمان شويه من الميه اللي نزلت دي تتبخر، وننزل على طول بالبتنجان. ادي الفلفل بتاعنا، فلفل نستعمل اي لون احنا عايزينه، ما بنحبش واحد من الالوان نستعملها، ممكن نعمله في الاخر بفلفل رومي اخضر عادي خالص. جوزة الطيب برضو يعني حاجه اضافه على الوصفه، مش لازم لو ما بنحبش طعمه عايزين نحط مكانه، ممكن نحط بابريكا تبقى حلوه قوي، جنزبيل باودر هيبقى برضو فكره لذيذه جدا. اهو بص دلوقتي هاخد البتنجان هنزله اهو، ونبتدي نخلطه بس اهو. وهنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنعمل اول مرحلة من ان احنا نتبل، هناخد بقى شوية من الملح والفلفل الاسود وهنزل بسنه كمان من زيت الزيتون، شويه صغيره مش كتير. تقليبه كده اهو. طيب احنا هنسيب الخليط ده كده، بنتكلم في حاجه 4 دقايق 5 دقايق او حاجه، وبعد كده نكمل بقيه الخضار. خلونا اطلع اخطف فاصل كده بسرعه، ارجع لكم نكمل مع بعض
الطبق وبعد كده نعمل المشروب بتاعنا على طول. تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. احنا بقالنا زي ما قلنا كده تقريبا 5 دقايق اهو سايبين الخليط بتاع البتنجان مع البصل والثوم واللحمه المفرومه. هاجي هنا هنزل الاول بيه الفلفل الالوان. هديله برده كده تقليبه. هديله ثواني بالظبط هرجع له ازود عليه الطماطم. هجيب هنا شويه جوزة الطيب اللي عندي. وهنزل على طول اهو بمكعبات الطماطم. تقليبه بقى كويسه قوي. انا حاطط الطماطم دي انا محتاجه تبتدي تنزل برضو السايل بتاعتها، ولسه هننزل احنا بقى عليها شويه الميه والصلصه في الاخر. عظيم. ناخد الصلصه اهي وشويه الميه اللي عندي. هنزل شوية الصلصة اهو. ونديها ايه؟ تقليبة كده خفيفة. هزود هنا سنة من الملح. تقليبة أخيرة. هنساوي بقى الكلام ده كله اهو كده على قد ما نقدر. وهناخد الجبنة بتاعتنا ونوزعها على الوش. حلو قوي. انا سايب الفرن بيسخن على درجه حراره 200 خلاص. وهناخد الصينيه بتاعتنا دي كده زي ما هي اهو على الفرن على طول، وهنسيبها كده نتكلم في 10 دقايق. احنا كل حاجه عندنا مستويه، احنا بس عايزين الجبنه بتاعتنا تسيح كده وتبتدي تاخد لون ظريف. طيب خلونا على ما الجبنه تسيح نعمل كده مع بعض المشروب. هنعمل النهارده زي ما قلنا سمودي الزبادي بالتوت والتوت الازرق او بالبلو بيريز. فانا عندي ايه؟ عندي شويه من اللبن، عندي عسل، عندي هنا التوت الازرق او البلو بيري، عندي شويه من الزبادي، واخيرا عندي شويه من مكعبات التلج. طيب على طول كده مكعبات التلج بتاعتي اهي تحت عليها نقطه من اللبن. وهزود الزبادي بتاعي اهو. وهدي اول ضربه كده. هنزل بالتوت بتاعي اهو ووراه العسل. وبعد كده ننزل ببقية اللبن اللي عندنا.
ونسيبه بقى يتضرب مع بعضه كده شويه. حلو قوي. اجيب كاسات التقديم بتاعتي. وننزل على طول اهو. لونه بيبقى حلو قوي، بيبقى مختلف جدا. ممكن نزود انواع تانية من البارز، نحط توت احمر، نحط فراولة، كل دي حاجات هتنفع جدا مع التوت الازرق. انا دايما بحب اسكر الحاجات دي بالعسل احسن ما بالسكر او بالشربات. طيب هيبقى فاضل ايه كده؟ عندنا هنا شاليموهاتنا اهو، ونبقى عملنا مع بعض سموذي الزبادي بالبلو بيري او بالتوت الازرق. نروح بقى ايه، نسحب الصينية العظيمة بتاعتنا. عايزكم تشوفوا برضو الشكل كده في الآخر، وبنفس الصينية كده بتاعتنا نقدم اهو على طول. بصوا شكلها بقى طالع عامل ازاي. شكلها لوحده حاجة مغرية جدا، وزي ما قلت لكم برضو ما تقلناهاش قوي، فعاملينها بزيت زيتون، مش حاطين فيها زبدة، ما حطناش فيها صلصة كتير، حتى الجبنة يا دوبك بس على الوش. وفي الأول وفي الآخر لو مش عايزين نحط الجبنة ده برضو حاجة اختيارية جدا. طيب احنا عملنا مع بعض اهو النهاردة صينية البتنجان باللحمة المفرومة والخضار، وعملناها مع سموذي حلو قوي بالزبادي والتوت الأزرق والعسل. طيب كده احنا ما وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ارجو ان الوصفات تكون كانت سهله، مختلفه، جديده، مطرقعه، وعجبت حضراتكم. كالعاده خشوا لنا على السوشيال ميديا على سي بي سي سفره، او على صفحه البرنامج نقنقه على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها، ولسه عايزيننا نجرب ايه تاني مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.